مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام. من حوالي سنه او اكثر شويه كانت الاخبار اللي بتيجي من ليبيا كانت اخبار مقلقه بالنسبه لامننا القومي. صراع مسلح بين جماعات، تنظيمات مرتزقه، اجانب، تدخلات اقليميه خارجيه من كل الانواع، سياسيه وعسكريه وغيرها. المشهد كان بيقول انه بقاء ليبيا كدوله احتمالاته ضعيفه جدا. وطبعا ده لو كان حصل، يعني لو لا قدر الله، يعني كنا هنبقى في مصر اول المتضررين، لكن ولله الحمد ده ما حصلش، والفضل طبعا بيرجع لربنا ويرجع لاراده الشعب الليبي الشقيق اولا، وحكمه وحزم القياده السياسيه المصريه اللي وضعت خط احمر رسمت من خلاله حدود الامن القومي المصري. في نفس الوقت مصر وقفت على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة الليبية، والنتيجة جاءت في صالح الشعبين الليبي والمصري. شفنا إزاي تراجعت تركيا وخطط تركيا ومطامع تركيا في ليبيا، شفنا إزاي اتبنت جسور تواصل وتعاون بين الحكومتين، الحكومة المصرية والحكومة الليبية المؤقتة، اللي رئيسها دبيبة اختار القاهرة كأول محطة ليه في أول جولة خارجية بعد اختياره. كمان شفنا زيارة غير مسبوقة للوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى العاصمة الليبية طرابلس، وشفنا صور وهو بيتجول في أرجاء العاصمة الليبية في أسواق طرابلس في مشهد كان بالغ الدلالة والمغزى. تبعنا في نفس الوقت زيارات متتالية لمسؤولين ليبيين للقاهرة. يمكن امبارح كنا بنتكلم مع وزير القوى العاملة المصري واتكلمنا عن لقائه مع وزير العمل الليبي وإطلاقهم هما الاثنين منظومة إلكترونية خاصة بالعمالة المصرية في ليبيا. بمعنى احنا النهاردة بنتحدث مش عن صراع مسلح، مش عن حرب أهلية في الجارة ليبيا، بل عن إعادة إعمار ما دمر خلال السنين العشرة الماضية. لكن طبعا الأمور مش بهذه السهولة. الأشقاء في ليبيا، الشعب يعني الليبي، مش عارف هل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هتجرى في موعدها في 24 من الشهر الجاري أم لا. النهاردة كنا بنتابع اجتماع لمرشحين رئاسيين كانوا بيجتمعوا في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وهنشوف يعني إلى أي مدى سيتم الاتفاق على شيء معين بما يعني يخص موعد إجراء الانتخابات. طبعا هذه القضية هتكون أولى محطتنا النهاردة مع حضراتكم بعد الزيارة اللي قام بيها سيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي للقاهرة، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أكد الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا. وأوميكرون يسجل 14 وفاة في بريطانيا وفي أمريكا وفي إسرائيل، والعالم محاصر بين كورونا ومتحورات كورونا. ولجنة دينية بمجلس الشيوخ تناقش مقترح بإعداد تفسير عصري ومبسط للقرآن الكريم. وجدل الفنان محمد رمضان متواصل، المرة دي مع رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي. وهنواصل مع حضراتكم في الفقرة الرئيسية النهاردة التنمية والتطوير الذي يشهده صعيد مصر. زي ما بدأنا وزي ما قلنا لحضراتكم، ليبيا النهاردة والقضية الليبية والانتخابات الليبية بتتصدر مباحثات سيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. الوضع ضبابي فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، لكن زي ما قلنا وكررنا أكثر من مرة مرات عديدة أنه موقف الدولة المصرية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية، الدعم كل الدعم للشعب الليبي للدولة الليبية، وده اللي قاله النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قابل السيد محمد المنيفي بحضور الوزير سامح شكري والوزير عباس كامل
رئيس المخابرات العامة والمتحدث باسم الرئاسة، بيقول أنه الرئيس أكد خلال هذا اللقاء الدعم الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها. أيضا الضيف الليبي سيد المنيفي ثمن الدور المصري الحيوي والجهود الحثيثة والصادقة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة. طيب، أول ملف هنتكلم عنه النهاردة فيما يتعلق بأوميكرون. طبعا احنا يعني هذه التسمية احنا سمعناها من حوالي أسبوعين، وهذا المتحور الجديد يعني صار حواليه لغط كبير جدا. في من يقول بأنه الانتشار سريع لكن التأثير مش يعني مميت زي مثلا متحور دلتا. التقارير والاستنتاجات بتتغير بين يوم والتاني، يمكن حتى بين ساعة والتانية. يعني امبارح نائب رئيس الوزراء البريطاني كان بيتكلم عن 12 حالة وفاة في بريطانيا في 6 أيام. النهاردة يعني من حوالي ساعتين إسرائيل أعلنت أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في البلاد. السلالة الجديدة اللي هي أوميكرون أصبحت هي المهيمنة في أمريكا بعد 20 يوم على اكتشافه. كلام كتير جدا يعني حوالين حتى التطعيمات، هل التطعيمات مفيدة؟ هل تستطيع أن تتصدى لهذا المتحور الجديد أم لا؟ خليني أروح للدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبر زوم من القاهرة. دكتور أمجد مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور أمجد. يعني في حالة ارتباك ربما من وراء يعني الأخبار المتتالية حوالين حالات الوفاة اللي بدأت تعلن فيما يتعلق بأوميكرون، أنتم في المنظمة كيف تنظرون إلى الوضع؟ والحقيقة كما أشرتم أنه أوميكرون يعتبر آخر متحورات اللي تم اكتشافها اللي لها أهمية خاصة بسبب سرعة انتشارها. في خلال أسابيع قليلة أو أيام حتى قليلة انتشر من دولة التي اكتشفتها أول دولة جنوب أفريقيا إلى اجتاح أكثر من 90 دولة حتى الآن، يمثل حاليا نسبة كبيرة من الإصابات وبالتالي متوقع الزيادة. يتميز أوميكرون بسرعة انتشار عن سابقين من المتحورات السابقة وآخرهم طبعا دلتا ما سبق أوميكرون. الوفيات بالطبع البيانات المتاحة حتى الآن، وده مهم جدا إن احنا نتعامل مع متحور جديد ظهر من أيام قليلة، ما زلنا بنجمع البيانات، ما زال بندرسه بشكل أعمق، لكن البيانات المتاحة بتقول إنه المتحور أثاره أقل ضرراً، أقل حدة من المتحورات السابقة، ولكن مع سرعة انتشاره حتى لو معدلات الوفاة أقل، لكن بالطبع سيؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات لأنه بينتشر بشكل سريع جداً، وده اللي بيجعله من ضمن المتحورات ذات المثيرة للقلق، أو هكذا يطلق على هذه مجموعة المتحورات التي تتغير سلوكها أنها مثيرة للقلق، بمعنى أن في شيء لابد من اتخاذ إجراءات أكثر قوة، أكثر حدة، أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية. اللي بلغ عن اعداد من الوفيات بالطبع هو متوقع مع وجود اعداد كبيره من الحالات، لابد ان تحدث بعض الوفيات بين خاصه بين كبار السن وذوي الامراض المزمنه، لكن ما زال حتى الان البيانات بتشير ان هو اقل حده من سابقيه، لكن مهم جدا ان قولنا هذا لا يدعو الى التراخي في التعاطي والتعامل مع هذا المتحور. طيب، كلام كتير أيضا دكتور أمجد بيثار حوالين التطعيمات الحالية بأنواعها المختلفة ومدى تأثيرها على هذا المتحور أوميكرون. في دراسات شغالة لكن حتى الآن لم يثبت بشكل قاطع أن الأوميكرون مضاد أو عنده قدرة على مقاومة اللقاحات. اللقاحات فعالة، قد تختلف فعاليتها مقارنة بسابقي، ولكن فعالية اللقاحات ضد أوميكرون وغالبا ضد كل التحورات التي سوف تظهر مستمرة بدرجات مختلفة، لكن اللقاح قادر بدرجة كبيرة على حمايتنا من الإصابة وبدرجة أكبر بكثير حمايتنا من ظهور أعراض شديدة أو حدوث مضاعفات خطيرة. وبالتالي ما زال النصيحة الأكثر أهمية في هذه المرحلة
هو الحرص على استخدام اللقاحات، التوسع في استخدام اللقاحات. طيب برضو يعني مدير الصحة العالمية بيقول في تصريحات النهاردة إنه المتعافين والمطعمين المتلقحين باللقاحات المختلفة قد يصابوا مجددا بالفيروس في ظل متحور أوميكرون. هو أوميكرون بسبب التحورات اللي حصلت إليه قد ينفذ من جهاز المناعة، ولكن مرة أخرى هناك نسبة بالطبع قد تظهر عدوى جديدة أو إصابة جديدة ما بين المتعافين أو بين من تم استخدامه للقاح. لكن مهم جدا نعرف حتى الآن أغلبية المصابين بأوميكرون أو من تم ظهور أعراض خطيرة أو حجزوه في المستشفى هي ما بين غير المطعمين غير المستخدمين للقاحات، وبالتالي بالطبع هذا أمر وارد، وكذلك وارد بالنسبة للمتحورات السابقة، ولكن قد يكون أكثر نسبيا بالنسبة لأوميكرون. لكن مرة أخرى هذا لا يدعو إلى التراخي في استخدام اللقاحات أو تقليل أهمية اللقاحات. الكل يعلم جيدا أن اللقاحات هي المفتاح الأساسي، هو لن نستطيع إيقاف الجائحة بدون استخدام اللقاحات، بالإضافة بالطبع إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى. النهاردة وزارة الصحة المصرية يعني أعلنت أنها تبدأ في تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا. ايضا منظمه الصحه العالميه كيف تتابع هذا الامر؟ الجرعه الثالثه الحقيقه منظمه الصحه العالميه تؤكد على اهميتها خاصه بين فئات محدده. الفئات هي كبار السن او المرضى ذوي الامراض التي تؤثر على المناعه او يتعاطون ادويه تؤثر على المناعه. دول بيكون غالبا جهاز المناعه لديهم ضعيف هش، وبالتالي ممكن الجرعه الاولى والثانيه تكون غير كافيتين لتكوين مناعه قويه. التوسع في استخدام اللقاحات من وجهة نظر منظمة العالمية في هذه المرحلة في وجود نقص شديد في اللقاحات على مستوى العالم الحقيقة قد يؤدي إلى ازدياد الفجوة ما بين بعض الدول ودول أخرى. نعلم أن هناك بعض الدول لم تقدم الجرعة الأولى حتى لمعظم مستحقيها. نأمل أن تزداد تغطية، احنا وشفنا أن المتحورات ممكن تظهر في أي دولة، فنسب التغطية المرتفعة في دولة لن يحميها من وجود متحورات جديدة إذا لم يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع. لكن بشكل عام بالطبع هي خطوة مشكور عليها وزارة الصحة المصرية والحكومة المصرية في البدء في الجرعة الثالثة، وخاصة أن كما نعلم جميعا أن المستهدف في هذه المرحلة أولئك الذين كبار السن أو من لديهم سبب صحي لاستخدام الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، شكرا جزيلا. بس قبل ما أروح للخبر اللي جاي أو الملف اللي جاي، في خبر عاجل جبته أنا لسه قري على يعني العربية نت، نقلا عن رويترز، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات. ده الخبر العاجل اللي جبته دلوقتي العربية. هنشوف ايه التطورات، ايه اللي بيحصل. طبعا احنا لسه كنا بنتكلم عن ليبيا ويعني المشهد والتفاعلات، طبعا المشهد والتفاعلات السودانية ايضا في ضمن الاولويات واهتمامات القيادة المصرية. هنتعرف على يعني ربما ابعاد هذا الخبر لو لحقنا خلال هذه الحلقة من رأي عام. لكن أنا بقول أنه رويترز بتقول أنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات. طيب امبارح لجنة دينية في مجلس الشيوخ ناقشت اقتراح مقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة من أجل إعداد تفسير جامع للقرآن وتفسير عصري يعني ينقل صورة الإسلام الوسطي والمعتدل. وكان في يعني تصريحات عديدة نقلت عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يعني بيقول في هذا الصدد أن القرآن الكريم معطاء إلى يوم القيامة ولا تنقضي عجائبه، ولا بد لكل جيل من بصمة في فهم معاني كتاب الله عز وجل. أيضا يمكن كان في إشارة إلى اتجاه لعمل ما يمكن وصفه بصحيح الأزهر، سيقوم بالاعتماد على الاختيار من كتب السنة، وهذا لا يعني التقليل من كتب البخاري
ومسلم، ده كلام الوزير محمد مختار جمعة. أيضا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بيقول أنه بيشيد بمقترح إعداد تفسير معاصر للقرآن الكريم، ويؤكد أن هذا الأمر يتواكب مع الجمهورية الجديدة. دكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، معايا دلوقتي على التليفون. دكتورة أمنة مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى المشاهد الكريم. يعني في البداية، يعني إيه رأي حضرتك في هذا المقترح المقدم من أحد أو من رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ من أجل إعداد تفسير جامع للقرآن أو تفسير عصري كما قال؟ سيد الفاضل، التجديد في الفكر هذا أمر ضروري لدى الإنسان، وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وليس معنى أن نقدم على ضوء مستجدات العصر الجديد في فهمنا لما سبقونا من علمائنا العظام، لا مانع منه أبدا، بل أصبح من الضروري على ضوء المستجدات المعاصرة أننا يعني نجد من العلماء من المؤسسة من يقوم بهذا العمل كمجموعة، ويأخذ الأمر الهام القيم لهذا العمل حتى نقدم أفضل ممن سبقونا. لا مانع، أنا أرحب بهذا جدا، خصوصا خصوصا أن في تفسيراتنا القديمة والآراء كان لها بعض الأمور الشائكة التي أنتجت آراء لا تصلح في بعض الأحيان لهذا الزمان. فيعني أنا أرى أنه من الضروري أن ينبري المؤسسة المسؤولة عن هذا الأمر ويقدموا تفسير يرقى بعقيدتنا ويرقى بنصنا ويتواكب مع مستجدات العصر. طب هل ممكن يا دكتورة أمنة، يعني معلش السؤال يعني ملح، هل ممكن تديني مثلا أمثلة إيه هي التفسيرات التي تتواكب مع قضايا العصر؟ إيه القضية التي تستلزم يعني تفسير عصري للقرآن الكريم؟ هناك مستجدات كثيرة لم يعرفها الأوائل فيما يخص من يعني علاقتنا بالمستجدات من الحضارة المعاصرة، وعلاقتنا مع الآخر، علاقتنا مع الآخر شابه الكثير من المشاكل عندما نزل الإسلام، والآن الإسلام الحمد لله مستقر وبه مليار ونصف بل أكثر، فلا خوف على إسلامنا ولا خوف على المسلمين، وبالتالي تكون هناك العقلية المعاصرة. وطبعا أصبحت الآن قوانين دولية حجمت الفوضى التي وجدت في الزمن الماضي. على ضوء هذه المستجدات يعني يكون شيء رائع إذا قامت المؤسسة المسؤولة بتأخذ على عاتقها هذا الأمر وتقدم تفسيرا جديدا دون أن ننقطع مما مضى، ولكن الجديد يكون على ضوء المستجدات سواء في القضايا أو في طبيعة العصر أو على أضواء المؤسسات الدولية التي يعني ألجمت كثير من الفوضى بين الشعوب. طب في هذه الحالة دكتورة أمنة، ما هو مصير كتب يعني السنة بين قوسين القديمة، يعني الكتب القديمة مش السنة، تبقى في أرشيف الأبحاث للدراسات العليا، لأن دائما الباحث الدراسات العليا لا ينفك أبدا عن التراث القديم ولا يغترب عن الحاضر، هي لن يعني لن ترمى في الإهمال، بل تبقى في الأرشيف المكتبات كجزء من ثقافتنا وجزء من حياتنا وجزء من علاقة الإسلام عندما جاء وواجه ما واجهه من قبل المختلفين معه، والاجتهادات من علماء العصور هذه لها اجتهادات رائعة
لا يمكن أننا نلقي بها في الإهمال، بل تبقى في الأرشيف كما نحن الآن نتعامل مع تراثنا اللي في الأرشيف. إذن مكانها يكون الأرشيف. طيب يعني بشكل عام، يعني هل المطلوب تفسيرات مكتوبة ولا المطلوب التركيز على الخطب، خطب الجمعة خلينا نقول يا دكتورة أمنة؟ لا تكفي خطب الجمعة، لا تكفي العمل عظيم مثل الذي نتمناه لو فكروا فيه بشكل جد. إنما هذه مسألة تحتاج إلى أكاديميين من المؤسسة، وأولو علماء تفسير، وأولو علماء حديث، جميع التخصصات لهذه العلوم أن تجتمع بشكل فيه المسؤولية تجاه ما ورثناه وتجاه ما تم استحداثه في عصرنا هذا. أشكرك شكرا جزيلا. تفضلي كملي. تفضلي يا دكتورة. القضية مسألة جبارة، إذا أقدموا عليها ونجحوا فيها أعتبرها من مفاخرهم لهذا العصر. نعم، شكرا جزيلا دكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا. طيب، أزمة جديدة بطلها الفنان محمد رمضان، هذه المرة أزمة عابرة للحدود، يعني أزمة تتعلق بالعراق الشقيق، و يعني زي ما احنا كتير مننا شفنا على السوشيال ميديا ومتابعين الفنان محمد رمضان، شفنا حفلات او حفل عمله محمد رمضان في العراق، كون انه العراق يعني يحتضن حفل او حفلات لفنانين عرب، ده شيء يعني مؤشر ايجابي على انه هناك عودة للحياة الطبيعية. العراق يعاني من سنة 2003 من الغزو الأمريكي لهذا البلد العربي الشقيق، وحتى الآن حوالي 18 سنة العراق يعاني من ويلات وتبعات هذا الغزو، وكون أنه بدأت يعني الصورة في العراق تتجمل وبدأت تصبح يعني الحياة طبيعية نسبيا طبعا، ده شيء جميل جدا. لكن يبدو أنه يعني بعض الساسة وبعض رجال الدين في العراق لا يروق لهم يعني بعض الفنانين العرب. سمعنا نوري المالكي وهو رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وهو يشير ويشن هجوم عنيف على استضافة العراق لحفلات فنية لمن يراهم ساقطين من الفنانين وليسوا أصحاب فن حقيقي. طب أنا عايز أسمع جزء من كلام السيد نوري المالكي. يظنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق. يعني طبعا ده جزء بسيط من كلام السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وهو يعني يشير بشكل واضح للفنان محمد رمضان. طبعا محمد رمضان مسكتش رد على نوري المالكي عبر حسابه على الانستجرام، مش عارف موجود هذا الرد ولا لا. موجود؟ برافو. طيب يمكن اهو رد ساخر من محمد رمضان لما انتقد على انتقاد نوري المالكي، وجاب له جزء من مسلسل من احد مسلسلات محمد رمضان، مش متابع مسلسلاته بصراحه، كان في عباره بيقول انا الشيطان بيستعيذ بالله مني، يعني الشيطان بيستعيذ بالله من محمد رمضان. طب نشوفها. يظنون بهذا الشكل المخيف عشرات الالاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق. الشيطان كان بيستعيذ بالله مني. ده رد محمد رمضان على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. أيضا هناك رجل دين اسمه الشيخ جعفر الإبراهيمي، أيضا وصف محمد رمضان بأوصاف أقل ما يمكن يعني أن نقول عليها أنها أوصاف عنصرية. يعني نسمع. حفلة البارحة في بغداد 4.5 مليارات عراقي، 4 مليارات، 3 ملايين دولار. هذه طبعا البارحة من انصرفت لمخنث داعر أسود قدر قبيح، والله انحدارة وانتكاسة
ما المفروض تمر بسلام، ما المفروض تمر بسلام. يعني الكلام لا يحتاج تعليق مني على الأقل، لكن ربما نقد الفن الكبير الأستاذ طارق الشناوي يكون عنده تعليق على ما استمع إليه. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا أهلا، مساء الفل، ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يخليك. يعني اجتمع ساسة ورجال دين على محمد رمضان في العراق. لا لا، القضية أبعد من محمد رمضان. القضية أبعد بكثير من محمد رمضان. أنا مش عايز تبقى المسألة رمضان صح أو غلط. هو على المسرح ممكن تفلت منه كلمة أو ما تفلتش، أو مش ده الموضوع. الموضوع إن في أحزاب دينية تريد فرض سطوتها ومنع الفن عموما، مش بس رمضان، عاصي الحلاني وغيره، هم ضد الفن، ضد الفن عموما. لما بيجي دايما يعني يروح ماشي حد يمسك في حته، بس هو اساسا عمقه ضد الفن. فده اللي انا لاحظته، وده اللي الحقيقه على ارض الواقع. لما الدوله لغت كل الحفلات، الغاء حفلات الفنانين العرب كلهم اتلغت من العراق، بدات العراق عايزه تنهض، والنهضه بتبقى بالفن والثقافه والترفيه. ما ده بتبقى رساله، المجتمع لازم يعيش الحياه عشان يبقى مجتمع صحي يعيش الحياه. يعني يعيش الحياه؟ يعني يسمع غنوه، حبها بقى ما تحبهاش، ما عجبكش المطرب، ده مش الموضوع. فبالتالي احزاب دينيه عنيفه واقفه ورا ده. وفعلا الفاظ انا سمعتها الفاظ متطرفه، وتدخل قالها السجن. يعني ايه نتكلم على لون انسان ونتهمه باتهامات مفزعه؟ يعني عايز اقول، وبعدين ده رجل دين اللي بيقول كده، يعني المفروض يعني سب ايه للناس العاديه يعني. يعني اذا كان ربنا يعني انت رجل دين وفاهم الدين، عمر ربنا بيخليك تسخر من حد، ده بيسخر من اللون ومن الشكل. ايه ده؟ وبعدين يجيبوا له حته من مسلسل يعتبروها ان ده هو رمضان. بغض النظر، اقول لك انا مش بدافع عن شخص ولا عن حاله، انا بدافع عن الفن عموما. العراق فيها احزاب دينيه، اول ما لقت العراق بدا يصحى ويستيقظ ويعيش الحياه، عملوا مظاهرات الاحزاب الدينيه حول المسرح عشان يوقفوه. فاكر زمان لما جم منعوا فرقه في الصعيد الجماعات الاسلاميه؟ برافو عليك. وعادل امام راح هناك، راح عمل مسرحيه في اسيوط. مظبوط. كان ايه المطلوب؟ مش ان عادل يعمل مسرحيه هادفه بالكلام اللي انت تسمعه كتير دلوقتي، الفن الهادف، الكلام اللي هو يعني كلام كده منمق وممكن يشيل. يعني ممكن اسالك حلو، هادف يعني ايه هادف؟ هدف والنكته، لو قلت لي نكته واسعدتني، طب ما ده هدف، ضحكه وبسطتني وبرضه ده هدف. يعني عايز اقول ايه؟ فالمهم وتأمينا على الكلام بتاع حضرتك يا استاذ طارق، انه في الناشطين العراقيين اللي يعني قابلوا هذا الهجوم على محمد رمضان وعلى الفنانين العرب بشكل عام من رجال الدين وعلى الفن كله، وعلى الفن كله، عملوا دشنوا هاشتاج باسم بغداد مدنيه، بيهاجموا فيها برضو، بيدافعوا فيها. معاهم صحيح، واحنا معاهم، كلنا معاهم. الدوله مدنيه، الدوله مش دينيه، ضد الدوله الدينيه. احنا ضد الدوله الدينيه، دول عايزينها دوله دينيه. العراق يريدونها دولة دينية، هي دولة مدنية. وعشان يضربوا يحاولوا يخلوها أول حاجة يفكروا فيها. ولما كان الإخوان في مصر، عايز أقول لك في السنة التواجد، في السنة الكبيسة اللي كانوا موجودين فيها، كانوا بيحاولوا يعملوا فن شرعي. والباليه يقول لك الباليه ما عندناش مشكلة معاه، بس ما يلبسوش بعض، ما يلبسوش لبس محزق على الجسم. يعني كلام غريب. هم أول حاجة بيعملوها بيضربوا الفن. احنا أول حاجة نعملها ندافع عن وجود الفن. نختلف مع فنان مع غيره، ده مش الموضوع. يعني ما نخليش معركه صغيره هم عايزين يقولوا رمضان، ليست رمضان. المعركه ابعد بكثير من رمضان. احزاب دينيه تريد لهذه الدوله الا تنهض وتبقى دوله مدنيه. عايزينها تبقى دوله دينيه. دينيه قح. طيب ما فيش مواجهه ثانيه غير انك تلغي ده. ونقف مع الفنانين اللي عايزين فن. العراق استسلمت، يعني وزير الثقافه هناك استسلم، قال بما انه في غضب وبتاع فتراجعوا. هم بالصوت العالي بمحاصرتك بالهجوم عليك بيحاولوا يفرضوا قانونهم. لا خطا. والمساله طبعا لا تتعلق فقط بالعراق، ولكن بكل التيارات طبعا المعاديه للحياه. خلينا نقول صح، برافو عليك. كل اللي هم بيتصدروا عنه بالدين هم اعداء الحياه. شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الفني الكبير الأستاذ
محمد استاذ طارق الشناوي. واحنا يعني مش بنتكلم عن محمد رمضان، مش بندافع عن محمد رمضان، احنا يعني بنعرض القضيه من بعد مختلف تماما، وهو حق الشعب العراقي في ان يعيش حياه طبيعيه. وطبعا هذا ما يقرره الشعب العراقي بالتاكيد، لا نتدخل في الشأن العراقي، لكن استغربنا طبعا ان تصدر هذه الأوصاف وهذه التعبيرات من رئيس وزراء عراقي سابق يعني قاد البلاد لعدة سنوات، ومن رجال دين يعني استخدموا عبارات عنصرية بحق محمد رمضان. طيب، من محمد رمضان الضيف الدائم والنجم الدائم للترندات إلى ترندات حقيقية، ترندات يمكن جادة ومشرفة ومشرقة، وأبدأ من داليا إيهاب يونس. داليا إيهاب يونس هي مطربة، أول ربما فنانة مصرية وصانعة محتوى، ستحيي حفلا في كاتدرائية القديس باتريك بنيويورك بكرة الساعة 4 عصرا بتوقيت نيويورك. دي المرة الأولى في تاريخ الكاتدرائية اللي بتستضيف فيها مغنية مصرية مسلمة. هنشوف داليا الآن معايا من نيويورك. طيب نسمع جزء كده من داليا. داليا إيهاب يونس معايا من نيويورك الآن. داليا مساء الخير ولا صباح الخير ولا يومك سعيد، عندكم الساعة كام دلوقتي؟ يعني ممكن نقول عصر الخير يعني. أهلا بيكي. الساعة دلوقتي 3 الظهر عندنا. طيب داليا، أنا سعيد جدا بوجودك معايا، أنت يعني شرفتينا هنا في الاستوديو من فترة كده واحنا متابعين هذا النشاط. انت اول ربما يعني مطربة فنانة مصرية مسلمة بتغني في هذه الكاتدرائية، الحكاية جت ازاي؟ الحكاية جت انه انا كنت شاركت زميلة اسمها زميلة شفيق جبر، دي بتعملها مؤسسة شفيق جبر الخيرية علشان تعزز التبادل الثقافي ما بين مصر وامريكا، وانا شاركت الزميلة دي في 2017، وبعدين مستر شفيق جبر اللي هو صاحب الفكره يعني كان داعم ليا جدا ومؤمن جدا باعمالي ومشروعاتي الفنيه، وكل وقت يسال عليا وكده، فكان بيسالني عملت ايه مؤخرا، كنت اقول له انه رحت كنيسه اثريه في القاهره تحديدا في منطقه بلوع ابو العيله، وعملت حفله هناك بمناسبه عيد القديس فرانسيس. فقال لي طب ما تحبيش تعملي حفله في كنيسه سان باتريك اللي انت زرتيها في 2019 في نيويورك؟ فكرت بيهزر الحقيقه، وبعدين طلع انه بيتكلم جد. قال لي انت عندك مشروعات مهمه، واعتقد ان انت لو يعني جالك فرصه تقدمي هناك ممكن يقبلها. هم كل سنه الكاتدرائيه بيبقى عندهم برنامج كده لاستضافه الكورالات والفنانين من انحاء العالم في وقت الكريسماس طول فتره شهر الكريسماس، وبيبقى فيه فورم كده للتقديم بشروط كتيره قوي يعني. فهو قال لي اللي انا اقدر اعمله لك ان انا احطك ان كونتاكت مع الكاتدرائيه، وهيبعتوا لك الفورم دي تمليها، واذا انت اتقبلتي عندك فكره حلوه تقدميها لهم يعني هطوكي. فعملت كده فعلا، وفكرت انه اقدم لهم فكره مختلفه جدا عن الافكار اللي بتجي لهم عاده، وهي ان احنا نقدم لهم اغاني الكريسماس بالعربي لاول مره. يعني قلت لهم انتوا هتسمعوا الالحان الكلاسيكيه اللي انتوا عارفينها، ولكن ده كلمات غير مالوفه جدا باللغه العربيه اللي اغلب الغربيين موضوع دايما بالارهاب او بالجمود الفكري او كده. فكان عجبتهم جدا، وهم الحقيقه في ناس كتير منهم ما كانوش عارفين اصلا ان في نسخ عربي من اغاني الكريسماس،
وقالوا لي طيب خلينا نعمل كده، خلينا نستضيفك عندنا في عرض مدته ساعه، يكون بكره ان شاء الله يوم 22 من الساعه 4، لا بروبلي يكون الساعه 11 بالليل بتوقيت مصر. وكان في تحدي تاني كبير، انه الموضوع ده كله تطوعي، يعني انا مش واخد عليه فلوس من اي نوع، تلاقي ناس موسيقيين كمان في نيويورك يعزفوا مزيكا. لانه ما انا لسه كنت عايز اسالك، طب انت هتغني اغاني الكريسماس باللغه العربيه، بس مين اللي هيعزف؟ ده كان التحدي بقى الكبير اللي قدامي، واللي انا بصراحه بقالي شهر فيه، ولحد ليله ما سافرت ما كانش عندي حد مأكد، لان حضرتك عارف الوقت ده طبعا وقت سيزن جدا هنا، فما فيش حد مجبر ان هو يلعب معايا مزيكا ببلاش، يعني لو انت ماشي اتجاه متطوعه على حسابك وكل حاجه، بس احنا ايه اللي يجبرنا على كده يعني. لحد ما المصريين وشهامه المصريين يعني اثبتت انها فعلا حاجه عابره للقارات، عن طريق مدرسه الصوت، مدرسه الصوت بتاعتي عهود خضر عرفتني على مغني اوبرا وعازف كلاسيكي رائع اللي هو كامل بطرس، هو مصري امريكي عايش هنا بقاله فتره، وهو فنان اوبرا عالمي، يعني غنى في المتروبوليتان وغنى مع كواراتي، ويعني حد مهم جدا يعني. فهي قالت له يعني انه واحده من تلاميذي جايه تغني وبدور على حد يتطوع معاها، وقالت له الفكره، فهو تحمس جدا للفكره لانها مختلفه وجديده، وهو حس انه في رساله مهمه انا جايه اوصلها، ان انا مصريه ومسلمه ومحجبه وجايه اغني في الكاتدرائيه واوصل رسائل كثيره من المحبه ومن التعايش. ممتاز. هو مشكورا مش بس تطوع ان هو هيلعب معايا مزيكا، لكن هو كمان جاب لي عازفين تانيين، يعني هو كمان تطوع بالنتورك طبعا الرهيبه بتاعته هنا، انه يساعدني اصدقاء كمان من مصر ساعدوني، فبكره هيلعب معايا كمان محمد نعيم ان شاء الله، وبكره هنتابع يعني على هنتابع على السايت، على السايت بتاع الكاتدرائيه، هنتابع هذا الحفل باذن الله، لان انا قريت انه الكاتدرائيه انا عامله على صفحتي انا ايفنت على فيسبوك، في اللينك بتاعت اللايف ستريمينج، وهي بلايف ستريم فعلا، فممكن تدخل على الصفحه عندي هتلاقي الايفنت موجود، او على طبعا صفحه كاتدرائيه فيسبوك، بس كله موجود يعني ان شاء الله. كل التمنيات بالتوفيق ليكي على هذه المبادره الرائعه داليا ايهاب يونس، اللي هتغني او هتحيي حفل بكره في كاتدرائيه القديس باتريك في نيويورك، نسخ عربيه لاشهر اغاني الكريسماس. من النماذج الرائعة اللي احنا اتكلمنا عنها زي داليا كده امبارح، اتكلمنا عن دكتور نبيل جريس، وقد ايه كنا فرحانين انه الدكتور جريس سمي احد المراكز العلمية باسمه في واحدة من اكبر جامعات الولايات المتحدة الامريكية. النهاردة ايضا بنفتخر بالمهندس الدكتور مراد بخوم اللي فاز بجائزة أفضل مهندس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 عن تصميمات مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنفاق قناة السويس، عدد كبير من المشروعات. وطبعا يعني الدكتور مراد بخوم هو نجل المهندس الكبير الدكتور ميشيل بخوم، اللي عمل أعمال رائعة، استاد القاهرة، نفذ استاد القاهرة، الكاتدرائية المرقصية في العباسية، العديد من المشروعات الرائعة. معايا دلوقتي الدكتور مراد بخوم. دكتور مراد مساء الخير وألف مبروك الفوز بهذه الجائزة، جائزة أفضل مهندس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مساء الخير يا استاذ عمرو، واتشرف ان انا اكون مع حضرتك، وسعيد جدا بهذا اللقاء والمداخله. ربنا يخليك. طيب لو نقول انه يعني حضرتك نجل المهندس العظيم ميشيل بخوم، اخترت هذا الطريق وسلكت هذا الدرب، و يعني اعمالك يعني تضاهي اعمال الوالد الله يرحمه، يعني لو تذكر الساده المشاهدين بأهم الأعمال. أنا تكلمت عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، جامع الفتاح العليم أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة، إيه كمان يا دكتور مراد؟ محطة الحافلات المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بالاشتراك مع المهندس المعماري محمد عبد القادر، أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس، أنفاق نفق أحمد حلمي الشمالي النفق الثاني،
والكوبري رود الفرج، كوبري تحيا مصر الملجم على نهر النيل، وده يعتبر اكبر عرض الكوبري في العالم كله بعرضه فوق ال 60 متر ويصل الى 84 متر عند مداخله الشرقيه. في عماره كان البديل لعمارات ماسبيرو، وقبل كده من فتره كان فندق الميريديان في جاردن سيتي، والعديد من المشروعات الحقيقه الكبيره. يعني لو سألتك يعني أي المشروعات يعني استغرق جهد أكبر من غيره؟ الحقيقة أنفاق الإسماعيلية استغرقت جهد كبير جدا، وكوبري رود الفرج برضو استغرق جهد كبير، لأنه في المشروعات دي هي كانت توجيه القيادة السياسية أنه هو يكون في مشاركة المصريين بصفة أساسية في المشروع، والاستعان بخبرات أجنبية ضرورية الاستعان بها، ولكن باساس المهندسين المصريين هم اللي بيشتركوا في المشروع. ده كان طبعا تفضل يا فندم. وطبعا ده كان بالتعاون مع الساده الضباط الكبار في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وهم خبرات ضخمه جدا الحقيقه، وكان جهد شاق منهم ومن كل المتعاونين معاهم في تصميم وتنفيذ هذه المشروعات. هذه الجائزه، جائزه افضل مهندس في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2021 بتمثل لحضرتك ايه؟ لا ده الحقيقه شرف كبير وفرحه كبيره وتقدير كبير جدا، والحقيقه انا ما قدرتش اروح استلام الجائزه يوم 8 ديسمبر، راحوا زمايلي المهندس احمد حسين والمهندس حسام جوده، ومدير الجمعيه قعد حوالي دقيقه ونص يتكلم على السي في الخاص بيا، شرفني بكده وقال اتكلم عن مشروعات، واتكلم برضو على ابحاثي اللي عملتها في كليه هندسه جامعه القاهره، واشتراكي في لجان الكود في مركز بحوث البناء في مصر. يعني فالحقيقه ده شرف كبير جدا وسعاده كبيره طبعا، وده يشرفني الحقيقه، يشرف الحقيقه يعني الجائزه دي تعتبر تشريف لجميع المهندسين المصريين اللي اشتغلوا في هذه المشروعات. نعم، يعني مئات والالاف المهندسين والعمال والفنيين اشتركوا في هذه المشروعات، واعتقد ده تكريم لجهودهم كله. نعم، لان الهندسه عمل مشترك، تيم وورك، واذا ما كانش في تيم وورك المشروعات لا تنجح. فده ده يعني الفضل للمجموعات والتيمز اللي اشتغلت في هذه المشروعات ان احنا وصلنا لهذا التكريم الجميل. ايه المشروع اللي جاي يا دكتور مراد؟ المشروعات القادمه، نعم، يعني في الحقيقه احنا شغالين حاليا في البوابات بتاعه العاصمه الاداريه الجديده مع المهندس احمد فايز، سبع بوابات للعاصمه الاداريه الجديده، دي هيبقى مشروع مميز قوي. في طبعا مشروع رائع اللي هو مشروع الاستاد الاولمبي الجديد في العاصمه الاداريه الجديده، يسع 92,000 متفرج، وده ممكن يكون نواه لاستضافه مصر لكاس العالم سنه 2030 ان شاء يعني الله. زي ما الوالد الله يرحمه يعني نفذ استاد القاهره، حضرتك دلوقتي بتنفذ استاد العاصمه الاداريه. طبعا بالاشتراك مع شركه اوراسكوم والمقاولات واستشاريين مصريين واجانب. نعم. انا احب اشير يا استاذ عمرو حاجه مهمه جدا، ان في السنه دي في عده مشروعات مصريه فازت بجوائز من مجموعه ميد برضه. يعني في مجال المياه مشروع بحر البقر، محطه بحر البقر لمعالجه المياه. في مجال النفط والغاز مشروع خزانات راس بدران شركه بتروجيت. في مجال الاسكان 80 عماره سكنيه من شركه مقاولين عرب. في مجال النقل مشروع الخط الثالث المرحله 4B، ودي بالكامل عملها شركات مصريه. نعم، بالاشتراك مع الاستشاري الدولي سيسترا، بس كان شركات تنفيذ مصريه ومكاتب استشاريه مصريه، مكتب ماتشون شنو عرب محرم وبخوم اللي انا اشرف بالانتماء اليه. شيء نفخر به. مره ثانيه الف مبروك دكتور مراد بخوم، افضل مهندس في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2021، وبالمناسبه الحديث عن المهندسين المصريين المعاصرين، يعني من عده ايام توفي الى رحمه الله احد اعظم المهندسين المصريين، وهو المهندس عبد الرحمن مخلوف. عبد الرحمن مخلوف احد رواد التخطيط العمراني يمكن في العالم، وضع بصماته المعماريه على العديد من المدن العربية، لا سيما
مدينة أبو ظبي الرياض المدينة المنورة. يمكن الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي المهندس عبد الرحمن مخلوف مع المرحوم الشيخ زايد النهيان حاكم أبو ظبي في ذلك الوقت، والمهندس عبد الرحمن بيخطط لمدينة أبو ظبي الحديثة المدينة الرائعة الجميلة. وطبعا وفاة المهندس عبد الرحمن مخلوف يعني قوبلت بحزن شديد لدى كل من يعرفه في مصر وأيضا في الإمارات. يمكن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عمل تغريدة بيقول رحم الله دكتور عبد الرحمن مخلوف، عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد أحد الرواد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبو ظبي، خالص العزاء إلى أسرته الكريمة. ده الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، رحم الله الشيخ والمهندس عبد الرحمن مخلوف. وبعد الفاصل هنواصل كلامنا عن التنمية والتطوير اللي بيحصل في صعيد مصر بعد قليل. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما قلنا قبل الفاصل انه هذه الفقرة الرئيسية هنتكلم فيها عن الصعيد، ماذا يحتاج الصعيد؟ أين هو الصعيد من خريطة التنمية، من مشروعات التنمية في جدول الحكومة المصرية؟ طبعا نحن نترقب زيارة مرتقبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظات الصعيد، وبالتأكيد سيكون هناك افتتاح للمشروعات، مشروعات عديدة تقوم بها الدولة في المحافظات. زمان كنا بنتكلم عن أنه الصعيد مهمش، الصعيد ليس موجودا على خارطة الحكومات المصرية. الآن الصورة تغيرت، وحضراتكم يمكن أهلنا في الصعيد بيلمسوا هذه النقطة جيدا، لكن بالتأكيد هناك حاجة أكثر لمشروعات ولتنمية حقيقية في محافظات الصعيد. ده محور الحديث مع ثلاثة من النواب الصعايدة، خلينا نقول سيادة النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة. أهلا بحضرتك سيادة النائب. سيادة النائبة الدكتورة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب، أهلا بحضرتك يا سيادة النائبة. وسيادة النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، أهلا بحضرتك يا سيادة النائب. طيب لو يعني بدأت معاك سيادة النائب مصطفى سالم ونتكلم يعني عن المحافظة اللي حضرتك بتمثلها، سوهاج. سوهاج المعروف أنها من أكثر، إن لم تكن المحافظة الطاردة الأكثر طردا للسكان، يعني البطالة، المشاكل الأخرى المعيشية والاجتماعية، إزاي توصف لنا الصورة؟ يعني دعنا في البداية أستاذ عمرو نتحدث عن ماذا قدمت الدولة لمحافظات الصعيد. وانت جاي أنا بحب أتكلم، ما احنا لازم بنتكلم بلغة طبعًا. الأرقام يعني كوكيل الخطة والموازنة. يعني الدولة المصرية خلال الثماني سنوات السابقة من 2013 حتى 2021-22 ما أنفق على الاستثمارات العامة في محافظات الصعيد يصل إلى 316 مليار جنيه. في 2013-2014 بدأ ب 10 مليار، ثم 15، في 20 ارتفع ل 43 مليار، ثم 17-18 انخفض ل 33، ارتفع مرة أخرى ل 40، ل 43، ل 61. هذا العام الطفرة الحقيقية اللي هتحصل في الاستثمارات في محافظات الصعيد، بالإضافة لما أدرج بالاستثمارات الحكومية العادية. الاستثمارات الحكومية وصلت لحوالي 92 مليار ونص. وزارة التخطيط، بيانات وزارة التخطيط 47 مليار و7 من عشرة على الاستثمارات الخاصة بمحافظات الصعيد. هذا بالإضافة إلى الرقم الحقيقي في حياة كريمة. حياة كريمة المرحلة الأولى مخصص لها حوالي 200 مليار جنيه.
ستنفق على 52 مركز. ال 52 مركز دول منهم 34 مركز في محافظات الصعيد، وده رقم يدلل على ما ذكرت حضرتك على التهميش اللي كان بتعاني منه محافظات الصعيد خلال عشرات السنين السابقة. ده طبعا يعني كون ان العدد الاكبر من المرحلة الاولى اللي هي نسب الاحتياج فيها اكتر من 70% منه 34 مركز من 52 في محافظات الصعيد، فده كان شيء يحزن ابناء الصعيد. حاليا بيسعدنا ان الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كل الاستثمارات، ووجه استثمارات ضخمة جدا لإعادة تقديم الخدمات وإعادة التنمية لأبناء الصعيد ومحافظات الصعيد. ال 34 مركز السعمر منهم سبع مراكز في محافظة سوهاج. السبع مراكز هينفق فيهم كل مركز من 3 إلى 5 مليار. دول هيتم التنمية في عدد 181 قرية. السبع مراكز 181 قرية، ال 181 قرية بتبعهم 1123 ناجح. هيتم تنفيذ 1238 مشروع في 21 قطاع بتكلفة حوالي 45 مليار جنيه. جميل. ده سيتم انفاقه في محافظة سوهاج. اتفضل. اتفضل يا فندم. لما نيجي نبص لتطور الاستثمارات في محافظة سوهاج، في محافظة سوهاج كان 1.3 مليار في 13-14، ارتفع 1.8، 1.9، 4.6، 3.1، 3.8، 3.7 إلى أن وصلنا إلى هذا العام 2021 زي ما احنا تحدثنا حوالي 45 مليار في حياة كريمة و 6.2 مليار للاستثمارات الحكومية الأخرى. يعني الاستثمارات الحكومية في محافظة سوهاج ستصل في هذا العام لحوالي 52 مليار جنيه، وده رقم ضخم جدا ورقم طبعا غير مسبوق. أنا هرجع لهذه النقطة تحديدا عن المشروعات الاستثمارية وإزاي انعكست على يعني تشغيل الشباب وتشغيل أبناء المحافظة في سوهاج، لكن خليني أروح لأنا مع الدكتورة نجلاء بخوم سيادة النائبة. يعني برضو أوصفي لي الحالة في أنا، أوصفي لي الوضع في هذه المحافظة. خلينا نقول مبدئيا ان جينا من اكتر المحافظات اللي استفادت من حياه كريمه من وجهه نظري، لان هي في الحقيقه ولا كانت تجاريه زي مثلا محافظه زي سوهاج، ولا كانت سياحيه زي محافظه زي الاقصر، فهي من المحافظات المنغلقه، فبالتالي كانت اكتر استفاده منها من حياه كريمه. فبنلاقي ان عندنا مثلا خمس مراكز من اصل تسع مراكز شغاله فيها حياه كريمه، 65 قرية ب 492 تابع وناجح في كل المجالات. حياة كريمة في الحقيقة لها تأثير قوي مش بس في البنية التحتية ولكن كمان في بناء الإنسان المصري والصعيدي. جميل جدا. برضو نستكمل الحديث عن محافظة قنا مع سيادة النائب أبو النجا المحرزي. أنت تقييمك الخاص سيادة النائب؟ والله تقييمي احنا أهملنا لسنوات طويلة جدا. يعني احنا قبل ما نبدأ في الحديث أنا أوجه الشكر للقيادة السياسية لأن أخيرا نظرت لصعيد مصر وخصوصا المحافظات الأكثر فقرا، ومحافظة قنا، محافظة قنا أكثر فقرا في الحياة، مش في رجالتها، لا عندها رجال محترمين وكل حاجة، لكن احنا ما عندناش مشروعات تجارية. يعني عندنا مصانع بسيطة جدا زي مصنع الألمنيوم ومصنع مصانع السكر، واحنا البلد يعتبر البلد الرئيسية في مصر أو المحافظة الرئيسية في مصر في إنتاج السكر، وكان الإهمال وصل عندنا إن إحنا عندنا مستشفيات مغلقة من سنوات طويلة، المدارس عندنا سيئة جدا، الطرق الحمد لله حاليا بدأت حياة كريمة يعني تبس نوع الأمل في فينا. الناس هناك في المحافظة والناس هناك شعرة الناس سعيدة، لأنه سيادتك أقول لسيادتك حاجة، إحنا في مركز محافظة قنا المراكز الشباب ما كانش عندنا مراكز الشباب، مراكز الشباب كان عبارة عن غرف وحجرات ومشهر عليها مراكز الشباب لكن فيها أنشطة ما فيش أنشطة. حاليا بدأت حياة كريمة في تخصيص مساحات لإقامة مراكز شباب متطورة في مراكز أبو طشت يا جماعة. الحاجة الثانية سيادتك احنا عندنا كانت مشكلة المصالح الحكومية. كل مركز فيه أكثر من 13-14 مصلحة حكومية. المواطن لما الصبح يروح عشان يقضي مصلحة في مكان يروح في مكان مسألة كان شقة بالنسبة له. احنا بدأنا سيادتك دلوقتي في تجميع إقامة مجمعات مصالح حكومية في كل مركز بحيث المواطن يخش المجمع الحكومي يقضي مصالحه في كل شيء، ودي نقلة نوعية كبيرة جدا وحاجة تشرف. بالإضافة لسيادتك في حاجة تانية، احنا تطوير الصعيد معناه انه ايه وقف الهجرة،
لان احنا محافظات الصعيد محافظات طارده للسكان. صحيح. وان كان في محافظه قنا بيتمسكوا بالارض عشان القصب والمحاصيل والكلام ده كله. الا انه في سيادتك الهجره مرتفعه وخصوصا في دول الخليج. يعني احنا ما بنسافرش اوروبا ولا بنروح ايطاليا ولا احنا منصبين ومركزين في دول الخليج. فالنهارده حياه كريمه تنقل للصعيد نقله جيده جدا. ولذا السنه اللي فاتت كان سيادتك ايام امتحانات الثانويه العامه كان كثير من الاهالي بيتصلوا بينا يقول يا جماعه احنا عندنا امتحانات عن طريق النت والنت فصل. النهارده بيوصلوا النت سيادتك او بيوصلوا الفايبر في كل قرى محافظه قنا، وبالتالي هنقضي على مساله ان احنا النهارده الامتحانات توقف. وانا اتصلنا حتى بالوزير يوما قال لك لا احنا هنبدا في امتحان ورقي تاني بالاضافه الى الامتحان. فحياه الحياه كريمه هتنقل الصعيد وخصوصا محافظات الصعيد بالذات في قنا وسوهاج واسيوط والاقصر واسوان نقله حضاريه كبيره جدا، وهتحسسنا بان احنا جزء من هذا الوطن واحنا جزء فاعل، وهذا الامر موجود ومردود ليه ولم ينظر اليه الا الرئيس عبد الفتاح السيسي. جميل جدا. طيب ارجع لسياده النائب مصطفى سالم، ويمكن حضرتك كنت بتشير الى المشروعات الاستثماريه اللي يعني بشكل عام في محافظات الصعيد وعلى وجه الخصوص محافظه سوهاج. كيف استفاد شباب الصعيد شباب سوهاج من هذه المشروعات؟ استاذ عمرو، يعني انا رايي ان لابد ان احنا نربط ما بين ما ينفق على حياه كريمه وما سيتم مستقبلا الرؤيه المستقبليه. انا النهارده كدوله مصريه هنفق اكثر من 700 مليار وقد يصل الى تريليون جنيه على مشروعات حياه كريمه، منها زي ما انا قلت لحضرتك في الصعيد هيستفيد بحوالي المرحله الاولى بس هيستفيد بحوالي 120 مليار. محافظه سوهاج فيها حوالي 45 مليار. لابد ان انا اربط ده بما سيتحقق من تنميه مستدامه. ما يكونش النهاردة أن أنا بحقق فرص عمل وتشغيل لأبناء القرى وأبناء محافظات الصعيد وتنتهي هذه الفرص عقب الانتهاء من مشروعات حياة كريمة. لازم أربط ما بين فكرة ما يتم من إنفاقه في حياة كريمة وما سيكون مستقبلا من صناعة. يعني بمعنى إيه؟ أنا ممكن أدرس طبيعة كل قطاع، طبيعة كل محافظة، خصائص كل محافظة، كل مركز، كل مجموعة قرى، وانشئ وحدات صناعية ولو وحدات صناعية صغيرة تحقق تنمية مستدامة. ده رقم واحد. رقم اتنين، الصعيد يمتاز بالزراعة، يتميز بالزراعة. لابد أن نعود تاني لعمليات التصنيع الزراعي. يعني محافظة سوهاج كان فيها عدد من المصانع المرتبطة بالزراعة وأيضا موجود في محافظة قنا. مصنع البصل للأسف أغلق وتم بيعه. ما ده انا حابب يعني مصنع محافظه سوهاج كان فيها مصنع البصل، كان من علامات المحافظه وكان يصدر الى الدول الخارجيه ومنها روسيا وعدد من الدول، وكان يتم حجز الانتاج وكان بيساعد الفلاح والمزارع الموجود عشان في محافظته محصوله. بالظبط، محصوله مضمون ان هو هيورده للمصنع بسعر كويس. مصنع البصل اغلق، كان في سوهاج مصانع الغزل والنسيج كانت مرتبطه بصناعه القطن، كان في مصانع الزيوت والصابون كانت ايضا. دي اللي انا بتكلم عليه والفكره اللي انا بنادي بها الدوله ان هي تعود لدراسه للصناعة. خصائص وطبيعه كل الصناعه هي الحل. التنميه ورفع مستوى المعيشه وخفض نسب البطاله وتحقيق فرص عمل، ده كله بيتواجد من خلال الصناعه. احنا عندنا في سوهاج او في الصعيد عموما وفي سوهاج خاصه يعني فرص العمل في الصناعه بسيطه، ما عندناش مدن صناعيه كامله. بس في منطقه صناعيه غرب طحطح. انا هكمل لحضرتك. يعني احنا ما عندناش مدن صناعيه كامله زي موجود مثلا في العاشر من رمضان او برج العرب او الكثير او 6 اكتوبر. احنا عندنا مناطق صناعيه، مناطق صناعية، ولكن هذه المناطق ما زالت تعاني حتى الان من مشاكل كثيره. زي ايه؟ مشاكل في التمويل، مشاكل في الترفيق. يا دوب احنا مثلا عندي قرض برنامج تنميه الصعيد اللي بيتم انفاقه في محافظات سوهاج وقنا، ده 500 مليون دولار ويعادلهم مكون محلي. تم اعتماده في 2016، مدته كانت 5 سنين وانتهت وتم مده سنتين الى 23. المستهدف كان الاساسي من القرض هو اقامه تكتلات صناعيه وتكتلات اقتصاديه في محافظات سوهاج وقنا، منها 5 في سوهاج. يعني مثلا مدينه الاساس في طحطه، طحطه من المدن المعروفه ان هي بتشتهر بصناعه الاساس في الصعيد كله ووصلت سموها لدمياط، دمياط الصعيد. دمياط الصعيد دي الفكره. انا بمجرد ما وفقت في مجلس النواب 2016 تم طرح الفكره على وزاره التخطيط وتم اعداد الدراسات المشروع وتم توفير التمويل اللازم ليه عشان خاطر يتم انشاؤه. للاسف الشديد ان احنا
حتى الآن التكتلات الاقتصادية والصناعية ما زالت في مرحلة الترفيق ولم يتم البدء فيها رغم مرور 5 سنوات. أنا عايز نفس الحماس يا أستاذ عمرو ونفس الروح اللي احنا بنشتغل فيها في حياة كريمة أن يتم نفس الحماس ده في العمل على إنشاء التكتلات الاقتصادية والصناعية، لأن هي دي الحل الحقيقي لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية وخلق فرص عمل زي ما كان بيقول زميلنا الفاضل أبو النجبي، أن الهجرة لمنع الهجرة من محافظات الصعيد لازم أن احنا نخلق فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد، فالصناعة هي الأساس سواء كانت صناعات فيما تميز به المدن زي الأساس أو العودة للتصنيع الزراعي. طيب مرة أخرى خليني أروح لست النائبة عشان ما يقولوش أن احنا منحاز، أنا منحاز لبلدي سوهاجي طبعا كده 2 سوهاجي و2 جنة يعني لا 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 بالعكس ناس جنة دول حبايبنا. دكتورة دكتورة نجلاء، يعني خلينا نقول يمكن أنا استوقفتني عبارة قلتها حضرتك أنه محافظة قنا وكأنها محصورة بين سوهاج التجارية والأقصر السياحية. طيب إيه اللي مطلوب يعني لما بتتكلمي مع الناس في محافظة قنا عايزين إيه علشان ينهضوا بهذه المحافظة؟ وفي الحقيقة طبعاً إن في كتير من المشروعات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت في خاصة بحياة كريمة، يعني مثلاً زي 1.5 مليون اللي هو 1.5 مليون اللي هو اللي كان السيد الرئيس فخامة الرئيس جه افتتحه عندنا، وعندنا كمان مجموعة من المحاور الكبرى، وخصوصا ان الفتره اللي جايه اللي هي زياره السيد الرئيس هيفتتح محور كبير اسمه محور الشهيد باسم فكري. ده المحور ده من فين لفين؟ ده من غرب وشرق جنة من جوس ونجاده يعني. بالنسبه للمشاكل او اللي احنا التحديات او الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها، طبعا في كتير من المشاكل اتحلت اثناء طبعا حياه كريمه، زي مثلا الصرف الصحي وزي تكدس الاولاد في المدارس والفصول، لكن اعتقد المشكله دلوقتي اللي بتجابلنا والتحدي الرئيسي اللي بيجابلنا هو خلق فرص العمل للشباب. دي مشكله كبيره يعني بتجابلنا، وان عدم تاهيل الشباب لسوق العمل، وان نفسنا كمان ان يبقى في توسع في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر بحيث ان هي تلم عدد كبير من الشباب. جميل جدا. برضو في نفس النقطة يعني ونحن في نفس المحافظة معاليك محافظة قنا تتميز بأنها لديها زراعة قصب السكر. قصب السكر دي سيادتك بينتج عنه مخلفات، وأنا تقدمت مشروعات كثيرة لإنشاء مصانع لتدوير هذه المخلفات، ودي هتخلق فرص عمل في القرى وفي المراكز، وبالتالي هتحاول تنقضي على فيها البطالة، لأن احنا مسألة انتشرت مسألة الصقر عندنا بسبب الفقر وعدم وجود من يهتم بينا. بالإضافة أنه ده أقول لسيادتك حاجة ظريفة جدا، أهالي قرية من القرى متبرعين، النقطة بتاعتهم وعت ومتبرعوا نقطة الشرطة وعت الأهالي تبرعوا بإقامة هذه النقطة على مالهم وتبرعوا بالأرض ليها سنتين. بندور بنروح الداخلية يقول لك روح حياة كريمة، روح حياة كريمة يقول لك روح المحافظة، روح المحافظة يعني الأرض موجودة. الأرض موجودة. تاني حاجة سيادتك، احنا عندنا مثلا في مستشفيات محافظة قنا، مستشفى أبو تشت مغلقة ومهملة ولغاية دلوقتي ما تمش فيها حاجة. مستشفى فرشوط نفس القصة بس فيها تطور. مستشفى نجا حمادة بدأوا فيها لكن لم ينتهوا فيها. المستشفيات في قنا محتاجة سيادتك نظرة خاصة. محافظة قنا ليس لا يوجد فيها مطار. محافظة احنا محصورين بين سوهاج والأقصر، مطارنا كان في الأقصر، طبعا لما انفصلت عننا الأقصر بقرار رئاسي اصبحت النهارده لا يوجد مطار في قنا. احنا عندنا بس انتوا اقرب لكم يعني مطار سوهاج. يا باشا احنا شرف لينا يبقى سوهاج والأقصر، بس هي المشكله ان احنا مش هناخد جمارك، عايزين ناخد مستفيدين بمطارين كده. عايزين ناخد حقنا في الحياه. الحاجه الثانيه سيادتك، طب يعني بطالب حضرتك بوجود مطار، بانشاء مطار وليكن هذا المطار في مدينه نجا حماد. طب ده هيخدم ايه يعني؟ هيخدم اولا سيادتك احنا عندنا نسبه السفر الموجوده في الخارج في بين الامارات وبين السعودية وبين الكويت، دول يتعدوا أكثر من 2 مليون مواطن.
2 مليون مواطن دي سيادتك بييجوا وبيروحوا، وبعدين عندنا سياحه، الناس لما تيجي في مطار. الحاجه الثانيه سيادتك، احنا عندنا مدينه صناعيه تنشا في نجع حمادي. المدينه الصناعيه دي في ناس هيجي مستثمر، هيجي ازاي؟ هيجي في القطر يقعد 15 ساعه او 10 ساعات في القطر، ولا هيجي في الطياره مده ساعه؟ الامور دي كلها مطلوب سيادتك. اولا انشاء مصانع لتدوير مخلفات القصب، اثنين عايزين مطار في نجع حمادي، انشاء مدينه صناعيه في كل منطقه. يعني احنا عندنا مدينه صناعيه في قفط او في نجاده، احنا عايزين مدينه صناعيه في الشمال برضه في نجع حمادي، بحيث تستوعب البطاله الموجوده، لان احنا حضرتك الهجره مرتفعه جدا ومرتفعه للخارج وليس مرتفعه للقاهره، وكلنا بنسعى يقول لك لا اروح اشتغل في العاشر من رمضان او في 6 اكتوبر او في مناطق تانية. يعني ايجاد فرص عمل، ايجاد فرص عمل بانشاء مناطق او مصانع مدن صناعيه. وزي ما قال سياده النائب مصطفى سالم، يعني التركيز على التصنيع زي ما قال مصطفى بيه. ايوه هي كده سيادتك. التصنيع ده لازم المثلث، كمان المثلث الذهبي لما هيتعمل في منطقه جنة ده هيخلق فرص عمل كبيره ويخلق فرصه للاستثمار كمان. كمان بما ان معالي النائب اتكلم على موضوع الطيران والمطار، احنا كمان بنحب ان هو الاسراع في القطار السريع اللي هو بيربط بين الشمال والجنوب، بحيث ان يربط الناس الصعيد بالوجه البحري. يعني جميل جدا. سيادة النائب مصطفى سالم، يعني برضو مسألة التصنيع، مسألة المدن الجديدة، يعني عندنا الكوامل سوهاج الجديدة، الإنشاءات اللي حصلت، وحتى يمكن يحضرني الآن اللي هي منطقة السماكين اللي هي تحولت تطوير العشوائية، تطوير المناطق العشوائية. لو تكلمنا عن هذه النقطة. هو الدولة عموما متجهة لتطوير المناطق العشوائية بشكل كبير، لكن احنا مطلوب برضه في محافظات الصعيد، يعني في أكثر من منطقة من المناطق العشوائية في مراكز محافظة سوهاج. ما تم تطويره فعلا حتى الآن هي منطقة واحدة، منطقة السماكين، السماكين في مدينة المنشاة. أنا كنت تقدمت بطلب لصندوق تطوير العشوائيات، عندي منطقة الفخرانية، ناسنا المحترمين في تحتها، دي منطقة برضه بتحتاج لتطوير كثير جدا، وتقدمت بطلب فعلا لتطوير صندوق العشوائيات، وجاري الدراسة، وهم أبدوا استعدادهم أن يتم استخراج التراخيص للمباني والرسومات الهندسية وخلافه. تطوير العشوائيات مهم جدا، تطوير المناطق التي تحتاج إلى خدمات أكثر مهم جدا. الإسكان زي ما حضرتك بتتكلم النهاردة، سوهاج الجديدة، الكوامل هي سوهاج جديدة، يعني بيطلق عليها سوهاج الكوامل لأن ملاصقة ليها. لا النهاردة أصبحت فيها تطور كبير جدا في الوضع الإسكان وفي الخدمات، فيها جامعة سوهاج الجديدة، هي جامعة ضخمة جدا طبعا، معمولة على مساحة كبيرة وفيها كل تستوعب كل الكليات، فيها جامعات خاصة، أكثر من جامعة خاصة، فيها مدارس ناشونال وانترناشونال وخلافه، لكن احنا بنطالب بالتوسع في التطوير في المراكز، ما يكونش في مدينة واحدة مثلا زي مدينة سوهاج الجديدة أو مدينة قنا الجديدة أو خلافه، احنا عايزين التوسع ده في التطوير العقاري وفي المراكز. برضه أنا بعيد التأكيد تاني مرة أخرى على ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، المناطق الصناعية تحتاج إلى دعم الدولة بشكل كبير، ولو اهتمينا بالمناطق الصناعية وربطنا ما بين ما ينفق على حياة كريمة وما تحتاجه المناطق المدن الصناعية. أنا عندي 4 مناطق صناعية زي ما حضرتك ذكرت في سوهاج، يمكن احنا أكتر من محافظات القنا مثلا بتكلم أبو نجبين منطقة، لا احنا 4 مناطق صناعية في غرب طحطة وغرب جرجة والكوسر والأحي، ولكن الموجود على أرض الواقع إيه؟ المنتج من هذه المناطق يا أستاذ عمرو؟ لا المنتج ضعيف، الصناع وأصحاب المصانع يعانون كثيرا جدا، في مصانع أغلقت، ما فيش قدرة على التسويق، ما فيش قدرة على المنافسة، يحتاجون لخدمات كثيرة جدا، شبكة الطرق تحتاج إلى تطوير زي ما احنا بنلمس طبعا شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والمحاور بالشكل الهائل والطفرة الكبيرة جدا دي في المحاور والطرق، ننتظر يعني طفرة مماثلة في الصعيد. بدأ التطوير، ولكن احنا عايزين نسرع أكتر، يعني الطرق الطريق الصحراوي الشرق والغرب في محافظة الصعيد بدأ منذ سنوات ولم يتم الانتهاء من، عايزين نسرع في تحسين شبكة الطرق وتحسين المرافق في المناطق الصناعية وربطها بما ينفق في حياة كريمة، ده اللي هيحقق التنمية الحقيقية في الصعيد. طب خلينا نشرك محافظة أسيوط معانا، يعني عشان بس ما منقولش ان احنا مركزين على سوهاج وانا بس. معايا عبر زوم من أسيوط الأستاذة إيفا هابيل المحامية وأول سيدة تتولى منصب العمدة في أسيوط. أستاذة إيفا مساء الخير أولا.
مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب احنا يعني بنتكلم عن محافظات الصعيد، وبالتاكيد يعني محافظه اسيوط على راس هذه المحافظات وفي مقدمتها، ربما يعني حتى احنا في سوهاج كنا مرتبطين ارتباط وثيق بكل حاجه في اسيوط، منطقه التجنيد في اسيوط، الجامعه في اسيوط، كل حاجه كانت في اسيوط. كيف تبدو اسيوط الان؟ ماذا تحتاج اسيوط ومدن اسيوط وقرى اسيوط؟ الحقيقة هو مش بس أسيوط، وإحنا لو بصينا النظرة خلفية فإحنا من زمان، من سنين الصعيد بيتنظر له نظرة هامشية. فإحنا كنا بنتكلم على إنه كل ما هو حديث وكل ما هو تطوير به تطوير دايما بيبقى في الوجه البحري. فالحقيقة الفترة الأخيرة علشان نكون أمنا وما نبقاش ناكرين للجميل اللي بيتعمل فينا ده، وخاصة شعورنا دايما ان احنا مواطنين من الدرجة الثانية، الصعيد دايما عنده هذا الشعور ان انا مواطن من الدرجة الثانية. لكن في الحقيقة الفترة الحالية اللي هي ابتداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ننكر، انا واحدة مقيمة في قرية، قريتي لا يتعدى سكانها مثلا 12 نسمة 13 ألف نسمة في الحدود دي يعني. النهاردة أنا في خلال سنتين، أنا عندنا كانت مدرسة إعدادية مش عارفين، مدرسة قايلة للسقوط ومش عارفين نعمل فيها إيه، وإحنا ما عندناش أملاك دولة، وكانت مشكلة، كانت بتمثل مشكلة الحقيقة. في أقل من سنتين تم، أنا مش عارفة السرعة الحقيقة، تم إزالة المدرسة وبنائها تحت بند حياة كريمة، ده رقم واحد. علشان أقول الإيجابيات، أنا لا أتحدث دايما، أنا عارفة أن أنا مواطن درجة تانية، لكن أنا عايزة أقول لا، مين اللي قال مواطن درجة تانية يا أستاذة إيفا؟ اسمعني طيب، والله يخليك، ما أنا سامع، ده مش أنا اللي اعترضت بس، ده كل درجة أولى، ده كل ضيوفي اعترضوا، درجة أولى ممتازة كمان، لأن إحنا أساس مصر. رأيت وديته تانية، بس النهاردة ابتدت الدولة تاخد بالها مننا. أيوه. فأنا بقول لك إيجابيات اللي حصلت إيه؟ ده رقم واحد، كمدرسة بتعمل للتنمية في تشطيبات النهائية، تشطيبات الكم من التطور، من أنا لما أعمل محور وحركة نقود يقدر بسرعة يوصل جامعة أسيوط، ده في حد ذاته بداية للتطور. صحيح. فأنا عايزة ده بداية تطور، ما ينفع، لأنه أنا النهاردة أنا بكلم حضرتك وبأمانة شديدة، أنا ما كنتش أحلم إن في يوم من الأيام يتعمل عندنا صرف صحي في القرى. ده أنت خلاص كل القرى، البيوت بتتعمل ويدق ينسونا، مش عارفة ولا أيسونا ولا اسمها إيه، خراب. ده خراب في الـ في الـ في بحار المية اللي أرض، اللي في الأرض. ده إحنا دينا بنعاني من المية، لما ندور على أبار المية اللي تحت اليانسونا دي شغلة كبيرة. هو البني آدم قبل ما يتطور طرق صحته، هي الدولة إيه؟ هابيل المحامية وعمدة كوم بوها في مركز ديروت محافظة أسيوط، زي ما نقول لها العمدة، زي ما شفنا العمدة طبعا، سيادة العمدة، وده يمكن خليني يعني أتطرق إلى المرأة الصعيدية. يا دكتور، المرأة الصعيدية أين هي؟ المرأة الصعيدية على خارطة اهتمامات الدولة وتمكين المرأة. وطبعا المرأة عامة يعني في الفترة اللي فاتت بتعيش في عصرها الذهبي، يعني من أول الدستور 2014 وهي في الحقيقة واخدة حقها، وخصوصا كمان في المرأة الصعيدية، فبنلاقي ان هي بيفتح لها كتير من المجالات للمشاركة المجتمعية ولريادة الأعمال، فهي فعلا بتقدر. والمرأة إذا وضعت في موقع مسؤولية فهي فعلا قادرة على التحدي وقادرة على إثبات الذات. فبالتالي طبعا الاهتمام غير مسبوق للمرأة بصفة عامة ولا المرأة الصعيدية بصفة خاصة، وخصوصا في العديد من القرى زي ما يسموها يعني عمود الخيمة،
مش كده؟ ده صحيح. هي المرأة هي أساس البيت. أيوة. وأنا ليه تجربة شخصية خلي بالك. أيوة. أنا المدام توفت عندي البيت أصبح خرابة. فالمرأة هي أساس البيت. الراجل ده يتعوض لكن الست ما تعوضش أبدا. هي القائمة بالأعمال وتدبير الأعمال وهي اللي بتربي الأولاد. يعني المرأة دي ولذا ربنا كرمها في كل الأديان. والرئيس عبد الفتاح السيسي ادها امكانيات غير طبيعيه او حقها ده حقها. وان كان في بعض الامور احنا بالنسبه للمراه في الصعيد برضو احنا عايزينها تاخد فرصتها اكتر من كده. احنا لدينا نائبات محترمات في محافظه قنا 4. هو طبعا طبعا بالنسبه للتعديلات الدستوريه طبعا اللي هي اقرت بوجود 25% من مقاعد المجلس النواب, ده كمان ان هي فعلا ابتدت تبقى وزيره وسفيره ويعني ابتدت تثبت نفسها. بس عايزين وزيره من الصعيد بقى ان شاء الله. طيب سيدنا مصطفى سالم, يعني عوده الى حياه كريمه وما يحدثه هذا المشروع وهذه المبادره الرئاسيه من تغيير لشكل الريف المصري مش بس في الصعيد. استاذ عمرو خلينا نتفق جميعا ان مشروع حياه كريمه هو مشروع القرن. فعلا مشروع القرن, مشروع سيغير وجه مش القرية المصرية فقط ولكن وجه الدولة مصر كلها, وجه الدولة المصرية كلها. النهاردة العمل يطول جميع المجالات, يطول جميع القرى, جميع النجوع. سيتم تقديم جميع الخدمات لجميع أهلنا في كل المحافظات وفي كل القرى. حياة كريمة مشروع لا يقل أهميته عن السد العالي, لا يقل أهميته عن قناة السويس. مشروع يمثل التجسيد الحقيقي لحقوق الإنسان. يعني لما بنيجي نتكلم عن حقوق الإنسان أنا شايف أن حياة كريمة هي بتمثل أول حق من حقوق الإنسان, الحق في الحياة, الحق في التعليم الجيد, الحق في تلقي العلاج والصحة الجيدة, تلقي العمل, خلق فرص عمل. ولكن لابد أن احنا نربط ما بين فكرة الإنشاء وفكرة التشغيل. أنا النهاردة عشان خاطر بنشئ مدارس لازم أكون أحل مشاكل المدرسين, يعني لازم عشان أنشئ مستشفيات أشوف الأطباء والأجهزة المعاونة للأطباء اللي هتشغل هذه المستشفيات. ده أنا يعني بطالب الحكومة وبطالب الدولة المصرية أن إحنا وإحنا بننشئ وإحنا بننفق مئات المليارات على إنشاء المشروعات دي لابد أن يكون هناك رؤية للتشغيل, كيفية تشغيل هذه المدارس, كيفية تشغيل هذه المستشفيات, لأن احنا في الوقت الحالي بنعاني من وجود عجز كبير خاصة في المدرسين المعلمين والأطباء. ده بنعاني منه وبيظهر جليا عندنا في كل الوحدات الصحية وكل المستشفيات في محافظات الصعيد. لازم أربط كمان زي ما قلنا ما بينها ما بين الصناعة, الوحدات الصناعية الصغيرة, خلق مجمعات صناعية, خلق فرص عمل, الاهتمام أكثر. بدأ فعلا وشغالين في التطوير في المحاور والمرافق. أنا عندي محور مثلا محور طمة في سوهاج زي محور ديروت أو محور جوس أو غيره, ده محور كبير جدا بيربط ما بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي. يعني تم جزء منه وتم افتتاحه فعلا لكن لسه باقي فيه مراحل بنطالب بالإسراع في المحاور والطرق. هي بتكون جاذبة للمستثمرين. لأن زي ما أتكلم زي منا سيادة نابو من نجا النهاردة أنا كمستثمر عشان أفكر واجي عشان أفكر أزور الصعيد, أفكر أزور مناطق الصناعة في الصعيد, بشوف ده بيستغرق مني كام. صحيح. فأنا شايف أن حياة كريمة هي مشروع يعني عظيم جدا ومشروع الدولة المصرية. طيب. ونقل التنمية من بدل حولها بدل من القمة إلى القاعدة, أصبحت من القاعدة القمة لأنه خلق فرص عمل, خلق تصنيع, خلق بيع تجارة بالنسبة للتاجر المتوسط, المجاول المتوسط, شغل كل أبناء القرى في هذه المشروعات. خاصة أن هناك توجيهات رئاسية من القيادة السياسية بضرورة تشغيل أبناء هذه القرى وأبناء هذه المدن. صح. ودي نقطة مهمة جدا وفيما تبقى من وقت عمرو بيه احنا عندنا حاجة غريبة في قنا. أولا عندنا نقص في المدرسين, نقص غير طبيعي. ده اللي كنت عايز أقوله لك. يعني تقول إيه احنا أنا عايز بنستعد لزيارة رئاسية. بص يا فندم في حاجة صعيد. أنا سيادتك في حاجة, أنا في مشروع مقدمه اللي هو إنشاء المعاهد التدريب. نعم. يعني أنا عندي سيادتك خريجين كتير جدا لكن غير مؤهلين للتدريس.
انا ممكن انشئ معاهد التدريب للتحويل، يعني انا احوله من مثلا من خريجي ازهر او من خريجي تجاره الى مدرس، اديله دوره تدريبيه او اديله دبلوم التربيه، وبالتالي اسد حله العجز اللي عندي في التربيه والتعليم. عندي نقص كتير جدا في الاطباء، هنا وسوهاج منعدمه فيها الاطباء في الوحدات الصحيه. بس هي مشكله المعلمين، مشكله المعلمين ابو النجا بيه مش في الخريجين، في خريجين كثيره جدا، لكن مشكله المعلمين في الرؤيه وفي التكلفه الماليه، و تحدثنا فيها في لجنه الموازنه والتعليم. النهارده سيادتك الاطباء، انا سيادتك عندي مستشفيات وعندي وحدات صحيه بتتطور ما فيهاش دكتور او ممرضه ممرضات، وبعدين في حدث هذا احنا لدينا من الدبلومات كتير جدا. انا لو عملت تدريب تحويلي بعد ما اتخرج اخذه ادربه لمده سنه او اتنين، اديله دبلومه في التمريض وعينه، هسد حاجه الناس. الاطباء برضو كذلك، عندنا زياده في عدد الصيادله وقلة في عدد الأطباء، أنا ممكن أعمل تدريب لهؤلاء بحيث أن أنا أسد حاجة. مش أنا مش معناه أن أعمل لي وحدة صحية وأجملها لي وما فيهاش دكتور وما فيهاش ممرضة، إيه الفايدة منها؟ أنا عايز هذه الحاجات. المدارس أنشئت، أنا عندي مدرسة في بلدي في 40 فصل في ما فيهاش فراش عامل، وتقدمت لرئيس الوزراء وقول لك انا ما فيش تعيينات عندي. طب وانت العامل مين اللي يمسح؟ ناظر المدرسه هو اللي بيمسح في المدرسه، بينظف المدرسه. فالنهارده احنا عايزين سيادتك الحاجات النقص دي يبقى في الحكومه تبقى في تراعى فيها ان في تدريب تحويلي، الخريجين زياده في اماكن معينه ادربهم واديهم دبلومات في معينه في التخصصات اللي محتاجها، وبالتالي اسد حاجه العجز الموجود عندي. طيب كلمه اخيره من الدكتوره نجلاء، يعني لو تستمع إليك يعني أركان الدولة والحكومة فيما يتعلق بمحافظة قنا، إيه المطالب اللي حضرتك كنائبة للشعب أو عن الشعب عايزها؟ هي طبعا الاستثمار والمشروعات أكتر في جنة. تاني حاجة المثلث الذهبي بأكد عليه عشان ده هيخلق فرص عمل كبيرة. كمان وضع جنا على خريطة السياحة بتنشيط معبد دندرة والمتحف، احنا المفروض عندنا متحف برضو جاري لعمله. بقول كمان للشباب كلمة أخيرة، يعني ان بما ان الدولة ابتدت ان هي تعمل اللي عليها وزيادة، يعني ان هي فعلا ابتدت تخلي الصعيد على يعني على الخريطة، فكمان لازم احنا نتضفر في الجهود ونبتدي ان احنا ننشط اكتر ونبتدي ان احنا ننتبه للمشروعات المتوسطة والبسيطة والاستثمار، لان ده فعلا هيرفع الصعيد اكتر. نعم. كلمة أخيرة دكتور النائب مصطفى سالم. أنا بشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عاد لأبناء محافظات الصعيد وأبناء القرى حقوقهم وحقق نوع من العدالة في الخدمات وتقليل الفجوة في الخدمات ما بين المحافظات بعضها البعض، وده زي ما قلنا يعني ظهر من النسبة الكبيرة في المرحلة الأولى من حياة كريمة. وبعيد التأكيد على ضرورة الاهتمام بإنشاء صناعات مجمعات صناعية كبيرة كثيفة العمالة يخدم عليها مجمعات صغيرة في القرى في حياة كريمة، وده اللي عملته الدول اللي بيسموها النمور الآسيوية. بالضبط، يعني أنا عندي صناعات كبيرة كثيفة العمالة وعندي المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم، نربطها بحياة كريمة وما ينفق عليها الخلق فرص عمل، الاهتمام بمناطق الصناعية في محافظة سواج الأربعة، دعمهم، تقديم مزايا لهم، عشان كده يترتب على ده خلق فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد وأبناء محافظات سوهاج. بشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة. شكرا جزيلا سيادة النائبة دكتورة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب، سيادة النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا نورتونا وشرفتونا. بالتأكيد دي مش آخر حلقة نتناول فيها الصعيد، لأنه الصعيد يستحق منا الاهتمام والاهتمام الكبير بالشكل المستحق لأهل الصعيد. بالتأكيد الصورة اختلفت في الصعيد في السنوات القليلة الماضية كما اختلفت في عموم البلاد، لكن يعني من حق أهالي الصعيد أن تسمع أصواتهم، ونواب الصعيد النهاردة يعني كانوا هم الأداة والصوت لكي تصل مطالب أهل الصعيد. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام، نشوفكم بكرة بإذن الله. تصبحوا على خير.